السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية في موضوع حول شمع النحل. يتساءل كثير من الإخوة النحالون ومعظم النحالين لا يعلم من أين يأتي هذا الشمع. شمع النحل تقوم بإفرازه نحلات صغيرات ذات عمر محدد من عمر النحلة. شمع النحل يأتي وفق معايير محددة من خلال هذه المعايير مثل المناخ يقوم النحل بإفراز هذه المادة. حول هذا الموضوع سيتطرق الأستاذ الفاضل أستاذ رشدي زريقي من فلسطين، من أين يأتي الشمع وكيف يتم إنتاجه، فكونوا معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي خالد. أخي خالد، أنا سؤالك بقول هل الشمع المبني من رحيق أزهار يختلف عن المبني من سكر تغذي، وهل له تأثير على العسل، وهل هو صحي للتناول كشهد مختوم؟ أولا أخي الكريم، أنا أبدأ أقول لك أنه ما في فرق ما بين الشمع سواء بناء النحل لأنه تغذى على سكر أو أحلول سكري، أو ما بين الشمع اللي أنتجه النحل من خلال تغذيته على الرحيق. ليش؟ لأنه الشمع هو أصلا إنتاج داخلي ينتجه النحل من ثمن غدد شمعية موجودة في أسفل البطن، بتكون مرتبات هذه الغدد أربعة من ناحية الشمال وأربعة من ناحية اليمين. هذه الغدد تبدأ بإفراز الشمع، أو أفضل وقت لها لإفراز الشمع عندما يكون عمر النحلة من 12 إلى 18 يوم، بتكون هذه الغدد في أوج تعاملها أو في أوج إنتاجها للعسل، لعفواً للشمع، تنتج في هذا العمر بغزارة أكبر. ثم تبدأ هذه بعد ما تصبح النحلة تنتقل من مرحلة الحضانة إلى مرحلة السروح، يعني تقريباً يتلاشى هذا الإنتاج، لا يتلاشى يعني تماماً ولكن يخف كثيرا قدرتها على إنتاج الشمع. فالنحل عندما النحل الحاضن اللي خلينا نسميه النحل الحاضن عندما يريد إنتاج الشمع، وإنتاج الشمع لابد اللي يكون فيه له مسببات، يعني الخلية مثلا تحتاج إلى بناء شمعي لتضع الملكي البيض أو لتخزن حبوب لقاح أو تخزن رحيق. فالنحل يجب أن تأكل كمية من السكريات، سواء كانت هذه السكريات هي سكريات السكروز اللي ممكن أن النحال يقدمها للنحل هذه، أو ممكن أنه تستهلك الرحيق، يعني كلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة. وإن كان استهلاك النحل للرحيق قد يعطي كميات أكبر، وأنا أقول هنا قد ولا أجزم، فالنحلة تستهلك السكريات وبترفع درجة حرارة جسمها. عندما ترفع درجة حرارة جسمها وتكون هذه الغدد جاهزة لإنتاج الشمع، تفرز هذه الغدد 8 رقائق من الشمع. عندما يخرج الشمع من هذه الغدد بيخرج على شكل سائل شفاف، يعني يتصلب مباشرة بمجرد ملامسته للهواء، يتصلب مباشرة، ثم تنقله النحل بواسطة أرجلها من منطقة البطن إلى منطقة الصدر وإلى الفم، وتبدأ النحل بمضغ هذا الشمع وتلينه وتضيف عليه بعض الأنزيمات من لعابها، وقد تضيف عليه بعض حبوب اللقاح حتى يصبح قابل للتشكيل بشكل أكثر. ترفع درجة حرارة الشمع هذا إلى درجة حرارة 42 إلى 43، فبيصبح طري
وقابل للتشكيل، وتبدأ النحلات في بناء العيون السداسية من هذه المادة. إذن يعني سواء تغذت النحلة على رحيق أو تغذت النحلة على سكريات أو سكروز، ستنتج هذا الشمع، وليس له علاقة يعني من ناحية الجودة ليس له أي علاقة بنوع التغذية. المهم أنه النحلة تحتاج إلى طاقة من خلال تحويلها للسكريات هذه إلى طاقة إلى حرارة، وهذه الحرارة تنتج الشمع، تنتج الشمع أو تعطي الإعاز للغدد الشمعية بإفراز الشمع. وكذلك بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، أنه نفس الشيء سواء كان هذا الشمع أنتج عن طريق تحويل السكريات الموجودة في الرحيق أو السكريات أو السكروز اللي النحال ممكن يقدمه للخلية، ليس له تأثير على العسل. وكذلك الأمر يعني على كلا الجهتين يمكن أن للإنسان أن يتناول هذا الشهد المختوم بدون أي تأثيرات. لكن يعني إذا أنت بتقصد أنه إذا بدنا نبتلع هذا الشهد، يعني بدنا نمضغه ونبتلعه، يعني معظم الدراسات اللي لا زالت يعني متوفرة أنه الشمع، يعني المعلومة الحقيقية اللي خلينا نقول اللي مجمع عليها، أنه المعدة لا تهضم الشمع، وبالتالي يعني سواء ابتلعنا الشمع هذا أو لم نبتلعه في الموضوع سيان، إلا أنه طبعا هذا الشمع له فوائد في تحسين اللثة أو تنظيف ما بين الأسنان وتحسين اللثة، وممكن أنه يعالج اللثة إذا كان فيها بعض التقرحات بعض الالتهابات. أما أنه يهضم هذا الشمع في المعدة إذا ابتلعناه، يهضم هذا الشمع ويمكن أنه يعطينا نتائج صحية، لغاية الآن كل الدراسات اللي يعني اشتغل عليها العلماء والأبحاث لم تثبت بشكل قاطع إنه الشمع له فوائد صحية، لكن فوائد صحية كبيرة جدا للشمع إذا استخدمناه استخدامات خارجية. طبعا يمكن معظمكم بعرف استخداماتها الخارجية، منها طبعا بنحولها لكريمات بإضافة الشمع والعسل والزيت وأمور أخرى ممكن أن نضيفها، وممكن تستخدم في مساحيق التجميل، ممكن أنها يعني لها استخدامات كثيرة جدا كمادة شمعية تستخدم خارجيا، يعني للبشرة للشعر كل هذه الأمور، للحروق للبواسير. إلا أنه الاستخدامات أو الاستخدامات داخلية عن طريق أكلها ما في بحوث ثابتة 100% تثبت هذا الكلام. تحياتي.